السلام عليكم سنة رابعة، ازيكم؟ اهلا بكم من جديد في فيديو جديد من قناة هنذاكر ونفهم. هنعمل مع بعض بقى، احنا بعد ما خلصنا شرح منهج شهر فبراير ومارس كله هنعمل مراجعة مع بعض قوية جدا، ان شاء الله مش هيخرج منها ولا سؤال في الامتحان ولا سؤال هيخرج منها. جمعناها لكم من مصادر كتير جدا، من على النت، من مدرسين تانيين مشكورين على جهدهم الرائع. هنحاول نلم الأسئلة دي كلها مع بعض دي لحد منهج شهر فبراير ومارس. يلا بينا نبدأ عشان ما نضيعش وقت. أول حاجة عندي هنا سؤال وبيقول لي أكمل الجدول التالي، جايب لي صورة جيتار وبيقول لي الطاقة المستهلكة والطاقة الناتجة. تفتكر الطاقة المستهلكة في حالة الجيتار إيه؟ أنا الجيتار ده بعمل بيه إيه؟ مش أنا بمسك الأوتار بتاعتي وحركها؟ يبقى دي طاقة حركية. طيب الطاقة اللي بتطلع من حركة الأوتار دي بتبقى اسمها طاقة إيه؟ طاقة صوتية طبعا يعني. طيب تعالى نشوف ركوب الدراجة. الدراجة دلوقتي أنا بعمل فيها إيه لما باجي أبدل بالبدال بتاع الدراجة؟ بديها إيه؟ طبعا بديها طاقة كيميائية، لأن أنا جايب الطاقة بتاعتي اللي بتدي من البداية من الأكل اللي أنا أكلته. لو أنا مش واكل وما عنديش طاقة كيميائية من الأكل مش هقدر أن أنا أبدل بالبدال بتاع العجلة. طيب الطاقة الكيميائية دي بتتحول لإيه بعد كده؟ لطاقة حركة، لأن العجلة هتبتدي تتحرك. طيب السخان الشمسي، طبعا قلنا السخان الشمسي ده بيتعرض لأشعة الشمس، بتسقط عليه الأشعة ويبتدي هو إيه؟ يتحولها لطاقة. هنشوف إيه هي. يبقى الطاقة المستهلكة الطاقة الضوئية أو الطاقة الشمسية. طب الطاقة الناتجة طاقة حرارية، لأن ده سخان بيسخن المية يعني بيطلع حرارة، وبالتالي نقول عليها طاقة حرارية. طيب وقود الصواريخ بقى، أي وقود قلنا يبقى عبارة عن إيه؟ طاقة كيميائية طبعا. أي وقود، البنزين ده الأكل بتاع العربية يبقى طاقة كيميائية. طب الخضار والفاكهة والحاجات اللي احنا بناكلها الأكل بتاع البني آدمين، يبقى ده كمان طاقة كيميائية. طب لما الصاروخ ده بياخد طاقة كيميائية من الوقود بتاعه يبتدي يعمل إيه؟ يتحرك، وبالتالي يدينا طاقة حركة. طب هيدينا طاقة حركة بس، ما انت هتسمع صوت الصاروخ، يبقى طاقة كمان صوتية. طيب الصاروخ ده هو بينطلق مش بيعمل احتكاك ما بينه وما بين الهواء اللي حواليه؟ هتقول لي اه، فيبتدي يطلع طاقة حرارية. ماشي كده. طيب بيقول لي دلوقتي امامك اداة تظهر كرة على الطاولة. دلوقتي ادي الكرة بتاعت على كرة على ترابيزة على طاولة، تتدحرج على منحدر، هتبتدي تتحرك كده على المنحدر ده، فتضرب عود الثقاب، هتخبط في عود الكبريت ده. فالمهم هيجي عود الكبريت دوت يسقط على خلية ضوئية بتولد الكهرباء، ونشوف هيحصل ايه في الكهرباء اللي هتطلع دي. دلوقتي اول حاجة انا هنا بدأت بطاقة ايه؟ طاقة ضوئية ولا ميكانيكية ولا كهربية ولا كيميائية ولا طاقة وضع الجاذبية؟ فاكرين اللي كنا خدناها الترم الاولاني؟ قلنا لما نمسك جسم ونرفعه لفوق ونثبت بايدينا الجسم ده خد طاقة وضع خزنها جواه، وقلنا طالما ان احنا بنرفعه في عكس اتجاه الجاذبية يبقى اسمها طاقة وضع الجاذبية. يبقى أول حاجة عندي هنا الكورة دي نوع الطاقة اللي كان فيها إيه؟ طاقة وضع الجاذبية. طب لما بدأت تتدحرج وتتحرك كده لتحت بقى عندها طاقة إيه؟ ضوئية ولا ميكانيكية ولا كهربية ولا كيميائية؟ ها؟ تفتكروا هتكون إيه؟ طاقة ميكانيكية، لأن الطاقة الميكانيكية معناها طاقة حركة، الميكانيكية يعني بالظبط كأنه بيقول لي طاقة الحركة. طيب حلو قوي. لما دلوقتي الكرة دي بدأت تخبط في عود الكبريت المشتعل ده بدأت تطلع طاقة ايه؟ وقود. اه وقود، يبقى بيطلع طاقة كيميائية. الطاقة الكيميائية دي لما يشتعل يروح محولها لي لطاقة ضوئية. مش احنا قلنا اي وقود، مش الكبريت ده زي الوقود؟ قلنا اي وقود بيبقى جواه ايه؟ طاقة كيميائية. طب لما انا ولعت عود الكبريت اتحول لطاقة ضوئية وطاقة كمان حرارية. طب الطاقة الضوئية دي هتقع على الخلية الشمسية دي، تمام؟ عود الكبريت ده الضوء اللي فيه هينزل على الخلية الشمسية دي فيروح مديها طاقة ضوئية. الخلية دي بقى احنا قلنا انها بتاخد الطاقة الضوئية وتحولها لي الى طاقة كهربية تبتدي تخش في الفيشة، تمام؟ نقول تاني، هنا كانت طاقة وضع، طب اتحولت لطاقة حركة او طاقة ميكانيكية. عود الكبريت ده نوع من انواع الوقود، يعني مخزن جواه طاقة كيميائية. طب أول ما هولع عود الكبريت هيديني طاقة ضوء. قلنا الطاقة الضوئية دي لما تنزل على الخلية الشمسية اللي عندي قدامي دي هتحول الضوء ده لإيه؟ لطاقة كهربية، تمام؟ اللي بعده، يقول عمران أن الزهرة تستهلك الطاقة
أثناء نموها، بينما يقول يعقوب إن الزهرة لا تستخدم طاقة لتنمو. تفتكر مين اللي عنده حق؟ هل الزهرة بتستخدم الطاقة بتاعتها عشان تكبر ولا لأ؟ طبعا هنقول إن عمران اللي بيقول إن الزهرة بتستهلك طاقة أثناء النمو هو ده الصح. في حد في جسمه بينمو من غير طاقة؟ لأ، حتى لو كان نبات برضه صح، لازم عشان ينمو يبقى عندي طاقة. يبقى عمران محق لأن أي تغيير في الزهرة يتطلب طاقة. أي الجمل الآتية تصف بشكل صحيح طاقة الأجهزة في المنازل؟ دلوقتي الكمبيوتر يستخدم الطاقة الكهربية والنووية. يا نهار أبيض، ده الطاقة النووية دي بتاعت الانفجارات يا ولاد، وبتاعت القنابل بقى، وشغل عالي جدا، وبتاعت الأسلحة. هل الكمبيوتر بيستخدمها؟ لا، يبقى غلط. محمصة الخبز اللي هي التوستر يعني تستخدم الطاقة الإشعاعية والكيميائية؟ لا طبعا. المروحة تنتج طاقة ميكانيكية وصوتية؟ اه طبعا، لأن المروحة بتطلع طاقة حركة، الريش بتاعتها بتلف فبتتحرك، فبقول عليها طاقة ميكانيكية. طب ايه كمان؟ ما انت طول ما انت قاعد سامع صوت المروحة يبقى كمان بتطلع طاقة صوتية. حدد القواعد التي تساعد في تقليل التلوث والقواعد التي لا تقلل التلوث. لا تترك الأنوار مضاءة في غرفة فارغة. دلوقتي أنا قاعدة في أوضة فاضية وطفيت الأنوار، ده كده يقلل التلوث ولا ما يقللش؟ طبعا يقلل التلوث. قم بإيقاف تشغيل هاتفك وجهاز الكمبيوتر عند عدم استخدامك لهما. طبعا أنا مش هستخدم الموبايل ولا الكمبيوتر لما أكون مش عايزهم، هقفلهم. يبقى ده بيقلل الاستهلاك ولا لأ؟ طبعا بيقلل. بيقلل التلوث ولا لأ؟ بيقلل. قم بقيادة سيارتك الخاصة بدلا من مشاركة السيارة مع صديقك. يعني انت رايح المدرسة بعربيتك لوحدك، وصاحبك اللي ساكن جنبك رايح بعربيته لوحده، كل واحد يروح لوحده. يبقى كده بنقلل التلوث ولا بنزوده؟ طبعا لا تقلل، لان في عربيتين دلوقتي هيطلعوا دخان وهيستهلكوا وقود، يبقى انا كده مش بقلل التلوث، ده انا بزوده. قم بتدفئة منزلك بدرجة حرارة شديدة الدفء في الشتاء. نقعد نشغل الدفاية على عالي جدا وكل أوضة نحط فيها دفاية، هل ده هيقلل التلوث ولا يزوده؟ برافو، لا يقلل التلوث. ممكن نقعد كلنا في غرفة واحدة، ندخل دفاية واحدة، فما بتكونش الحرارة بتاعتها شديدة، ما نعملش تحميل زيادة على الكهرباء اللي عندي في البيت. امشي أو اركب دراجتك بدلا من القيادة. بدل ما أروح بالعربية أنا هروح بالعجلة أو هتمشى، يبقى إيه؟ طبعا تقلل. طب استخدام الفحم بدلا من الطاقة الشمسية. الفحم ده طاقة غير متجددة، إنما الشمس طاقة نظيفة ومتجددة. طب لما أنا استخدم الفحم بدل الطاقة الشمسية يبقى ده هيقلل التلوث؟ طبعا غلط، لا تقلل. أي مما يلي يعتبر مصدر للطاقة المتجددة؟ قلنا الطاقة المتجددة يعني بتجدد نفسها أول بأول وبتبقى متوفرة عندي طول الوقت. الذهب، البترول، الماء، الألومنيوم. طبعا هي الماء. وقلنا من مصادر الطاقة المتجددة كمان الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إذا كانت جميع المركبات الآتية تسير بسرعة 30 ميل في الساعة على طريق مستقيم، فما هي أكثر المركبات التالية صعوبة في التوقف؟ دلوقتي عندي 3 أنواع من المركبات بيمشوا بسرعة 30 ميل في الساعة: دراجة، عجلة يعني، سيارة، مقطورة جرار، عربية اللي هي الجرار الكبيرة دي، التريلا، مقطورة جرار محملة بالمطاط، جرار بس شايل عليه حاجات كمان. مين في دول هيبقى صعب عليا ان انا اوقفهم رغم ان كلهم بيمشوا بنفس السرعة؟ طبعا هتقولي المقطورة واللي هي ليها جرار محمل بالمطاط، لان كل ما تزيد الكتلة اكتر بكتير من الدراجة مثلا، يعني هي والدراجة الاتنين بيمشوا بنفس السرعة 30 ميل. بس العجلة سهلة خفيفة ممكن توقفها بسهولة، إنما الجرار الكبير ده تقدر أنت توقفه؟ لا، لأن كل ما بتزيد الكتلة كل ما بيصعب عليك إن أنت توقف العربية دي، لأن كمان سرعتها كمان بتزيد. يبقى طبعا مقطورة الجرار محملة بالمطاط. تتحرك سيارة بسرعة 55 ميل في الساعة وتصطدم بجدار من الطوب. أي مما يلي يشرح ما الذي سيحدث للسيارة بسبب القوة المؤثرة عليها من الجدار؟ دلوقتي أنا قدامي حيطة وعندي عربية ماشية بسرعة 55 ميل وهتخبط في قلب العربية دي، في قلب الحيطة دي، إيه اللي هيحصل للسيارة بسبب وجود الحيطة اللي في وشها دي؟ هل العربية هتفضل ماشية بسرعتها واخدة في وشها؟
ولا مش هتتأثر خالص، ولا العربية هتمشي على الحيطة، ولا العربية دي هتصطدم وينخفض سرعتها لحد ما تتوقف سرعتها خالص. برافو، طبعا ستنخفض سرعتها. يدفع راؤول عربة بقالة لأمه. راؤول عنده رايح مع ماما السوبر ماركت وهيبتدي يجر العربية بتاعت السوبر ماركت اللي هي بعجل دي. تصطدم العجلة بصخرة، هتخبط في صخرة. فما هو تأثير الصخرة على سرعتها؟ العربية بتاعت السوبر ماركت ماشية وهو خبط في طوبة أو في صخرة في الأرض، إيه اللي هيحصل لسرعة العربية؟ هل هي قوة ليس لها تأثير على السرعة؟ ولا قوة ستقضي على السرعة؟ ولا القوة دي هتزود من السرعة؟ قوة الاصطدام دي، طبعا قوة التصادم دي ستقضي على السرعة، لأن خلاص العربية خبطت في الصخرة فالصخرة هتقف. كان راؤول يتعلم ركوب الدراجة، دفعه والده من الخلف وتركه. ما الذي تسبب في زيادة سرعته بعد الدفع؟ دلوقتي كان راؤول بيتعلم ان هو ازاي يسوق العجلة، وجي باباه راح عامل له ايه؟ زقه من ورا. طيب ايه اللي خلى لما راؤول كان سايق العجلة وباباه زقه خلى السرعة دي تزيد؟ طبعا لان باباه لما زقه دفعه بقوة دفع زيادة، وبالتالي قوة الدفع الزيادة دي لما زادت زودت من سرعة العجلة بتاعت راؤول، يبقى زيادة القوة. قررت عمل رقائق الشوكولاتة، أكمل الخطوات بصورة الطاقة المناسبة. هنعمل دلوقتي بسكوت بالشوكولاتة. أول حاجة هنعملها إيه؟ هنسخن الفرن الكهرباء الأول ونجهزه، لأن المخبوزات لازم نحطها في فرن سخن. طيب تمام، عشان كده هنبتدي نحول الطاقة الكهربية اللي هتدخل للفرن لطاقة إيه؟ عشان أسخن الفرن يبقى لازم أطلع منه إيه؟ برافو، حرارة، يعني طاقة حرارية. بعد ذلك تخرج المكونات وتمزجها معا، وعند تشغيل الخلاط يتم تحويل الطاقة. أنا هجيب بقى البيض والدقيق والسكر والزيت والحاجات اللي أنا محتاجها وهضربها في الخلاط بتاعي. طب لما أشغل الخلاط كده أنا حولت الطاقة إيه لإيه؟ طبعا حولت الطاقة الكهربية اللي دخلت للخلاط لطاقة حركة، لأن هيبتدي مكونات الخلاط والسكينة بتاعت الخلاط تتحرك. وعندما يسمعك أخوك ويدخل المطبخ فهذا يخبرك بأن الطاقة نقط موجودة كذلك. طب أخوك بقى سمع حاجة كده فراح جاي للمطبخ، جاي لك عشان إيه؟ عشان هو سمع صوت الخلاط، جاي على صوت الخلاط، يبقى ده معناه أن أنا عندي طاقة إيه كمان؟ صوتية. طيب ضع الرقائق في الفرن وعند تمام النضج اتركهم ليبردوا تماما، فتحتوي الرقائق على طاقة نقط مختزنة. دلوقتي أنا طلعت الأكل بتاعي اللي هي رقائق الشوكولاتة أو بسكوت الشوكولاتة، البسكوت ده هيبقى مخزن جواه نوع إيه من الطاقة؟ برافو، طاقة كيميائية، لأن قلنا أي طعام بيبقى متخزن فيه طاقة كيميائية. يلا بينا نرتب خطوات تكوين الوقود الحفري، والسؤال ده مهم جدا يا ولاد. أول حاجة بيقول لي تتراكم طبقات الطين والرمل بمرور الزمن، الأرض قديما كانت مليئة بالمستنقعات، تحول الحرارة والضغط من الأرض النباتات إلى فحم، تتقدم الحيوانات والنباتات في السن أو تموت وتمرض. طيب هنبدأ بإيه؟ طبعا أنا عندي يا ولاد الأرض كانت مليئة بالمستنقعات، صح؟ يلا بينا نكتب الخطوات. الأرض عندي كانت مليئة زمان بالمستنقعات، يبقى دي رقم واحد. طيب إيه تاني؟ الحيوانات دي قلنا بتكبر وبتعجز وبتبتدي النباتات دي تموت، يبقى دي رقم اتنين. طيب إيه تاني؟ قلنا بعد ما الحيوانات دي بتموت البقايا بتاعتها بيجي عليها الطين والرملة ويغطيها، يبقى دي رقم 3. طيب بعد ما يغطيها تبتدي الحرارة والضغط بتاعت الأرض بتحول النباتات دي إلى فحم، يبقى دي رقم 4. ما الذي ينشأ من الشمس وينتقل من النباتات إلى الحيوانات في سلاسل الغذاء؟ إيه اللي يتنقل من الشمس للنباتات ومن النباتات للحيوانات في سلسلة الغذاء؟ المية ولا المعادن ولا الطاقة ولا الأكسجين؟ طبعا الطاقة، الطاقة الضوئية تتنقل للنبات تتحول طاقة كيميائية، يجي الإنسان يجي ياخد النبات دوت ياكله فتتنقل له الطاقة دي. أي مما يلي يستخدمها الإنسان لالتقاط طاقة الضوء الشمس؟ بنستخدم إيه عشان نلقط طاقة ضوء الشمس؟
الروافع ولا السدود ولا التوربينات ولا الخلايا الشمسية؟ طبعا الخلايا الشمسية. ده صح أو غلط؟ يشمل الوقود الحفري، الفحم والنفط وأول أكسيد الكربون. طبعا غلط، لأن احنا قلنا الوقود الحفري ده فحم ونفط بس ما عنديش أول أكسيد الكربون. طيب تاني سؤال، ينتج من استخدام الوقود غاز الأكسجين الذي يلوث البيئة؟ غاز الأكسجين هو اللي بيطلع من الوقود وبيلوث البيئة؟ طبعا غلط، ده غاز ثاني أكسيد الكربون. بدلا من الوقود الحفري نحاول أن نستخدم الموارد غير المتجددة التي لا تنفد أبدا. هو الموارد غير المتجددة يا ولاد هي التي لا تنفد؟ لا طبعا، الموارد المتجددة هي اللي ما بتخلصش، فبالتالي ما ينفعش أقول على الوقود الحفري إنه مواد غير متجددة لا تنفد، يبقى كمان دي غلط. الطاقة هي القدرة على بذل شغل. مين في دول نوع من أنواع الطاقة؟ الهواء ولا السيارة ولا الماء ولا الكهرباء؟ طبعا الكهرباء، لأن دي طاقة كهربية. كل مما يلي أمثلة على الطاقة المؤثرة على جسم ما لتغيير سرعته فيما عدا، يعني كل الحاجات دي بتقلل سرعة الجسم ما عدا إيه؟ الكتلة الثابتة ولا زاوية التلامس ولا الجاذبية ولا مقدار الاحتكاك؟ بصوا يا ولاد، الجسم عشان يتحرك يقع من فوق لتحت لازم له طاقة جاذبية. الجسم عشان يثبت على سطح الأرض أصلا، إحنا إزاي واقفين وثابتين على سطح الأرض؟ عايزين جاذبية. طيب الاحتكاك، لو موجود الجسم اللي عندي احتك بالهواء أو احتك بالمية، الاحتكاك ده يقلل سرعته، يعني سرعتك وانت بتجري في الهواء غير سرعتك وانت بتجري على بركة مية، لأن الاحتكاك هنا بيغير من سرعة الجسم. زاوية التلامس، يعني لو كان عندي السطح اللي أنا بجري عليه ده سطح منحدر ولا غير منحدر. طيب الكتلة الثابتة، الكتلة كده كده طالما ثابتة السرعة مش هتتغير، يعني كل الحاجات دي بتغير لي من سرعتي ما عدا ايه؟ كتلتي. كده كده لو انا كتلتي ثابتة سرعتي مش هتتغير. عندما تصفق بيدك ماذا يحدث لطاقة الحركة بين يديك؟ طاقة الحركة اللي انت وانت بتسقف دي بتبتدي تحصل ايه؟ لما تقعد تسقف كتير اول حاجة بتسمع صوت السقفة، يبقى طاقة صوتية. طب لما تقعد تسقف كتير تلاقي ايديك سخنت، يبقى دي كمان ايه؟ طاقة حرارية. يبقى تصبح طاقة حرارية وطاقة صوتية. أثناء التزلج على الجليد تم دفع لاكيشيا من الخلف، بنت اسمها لاكيشيا وهي واقفة على الجليد بتتزحلق، فحد زقها بواسطة صديقتها جمانة، فما تأثير ذلك على سرعتها؟ جت جمانة زقت لاكيشيا من ظهرها، يبقى ده هيزود سرعتها ولا يقللها؟ طبعا هيزودها. ما نوع الطاقة التي لا تنتجها الشمس؟ الطاقة بتطلع لي طاقة حرارية لأن احنا بنتدفى في الشمس، بتطلع لي طاقة ضوئية طبعا لأن هي الشمس بتنور، بتطلع لي طاقة نووية ودي هتعرفها لما تكبر، إنما النوع الوحيد اللي ما بتنتجهوش الشمس هي الطاقة الميكانيكية. أي من المواد التالية تعتبر مصادر طبيعية جيدة لتوفير الطاقة؟ مين في دول مصدر طبيعي جيد وبيوفر لي الطاقة؟ الحصى والنفط ولا الشجر وثاني أكسيد الكربون ولا المحيط والتربة ولا الرياح والغاز الطبيعي؟ طبعا هيبقى الرياح والغاز الطبيعي، لان هم دول مصادر الطاقة الموجودة عندي الطبيعية اللي ممكن توفر عندي بتكلفة رخيصة. الغاز الطبيعي ولا تكلفته مش عالية، والرياح كمان دي طاقة طبيعية من عند ربنا. انما الحصى والنفط، هو الحصى ده بيديني طاقة الطوب يعني، الشجر وثاني اكسيد الكربون، هو ثاني اكسيد الكربون ده مصدر للطاقة، المحيط والتربة هم دول اصدر المصادر للطاقة، يبقى الرياح والغاز الطبيعي. يلا بينا نعمل أسئلة اختياري. نقط هي المصدر الرئيسي في سلاسل الطاقة، مين طبعا الأساس بتاعي في سلاسل الطاقة؟ قعدنا نقول ونعيد ونزيد، طبعا الشمس. تمام؟ طيب في سلسلة الطاقة لتناول الطعام تتحول الطاقة الضوئية الآتية من الشمس إلى طاقة نقط مختزنة داخل الطعام. احنا اتفقنا يا ولاد سؤال مهم جدا، الطاقة المختزنة داخل الطعام هي الطاقة الكيميائية. الطاقة المختزنة في المواد السكرية الموجودة في ثمار البرتقال تسمى طاقة حرارية ولا حركية ولا كيميائية؟ طبعا كيميائية. في سلسلة الطاقة لتناول الطعام تنتقل الطاقة الضوئية من الشمس إلى النبات،
وتتخزن بداخله على هيئة طاقة كيميائية، احنا اتفقنا على كده. وعندما يتناول الإنسان النبات تتحول بداخله الطاقة الكيميائية إلى نقط، فيستطيع القيام بأنشطته. طبعا هتبقى طاقة حركية، لأن بقدر أتحرك عن طريق الطاقة الكيميائية اللي باخدها من الأكل. طيب، في سلسلة الطاقة للحصول على الطاقة الحرارية من الشمس، تتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة نقط داخل أغصان الشجر، طبعا طاقة كيميائية. الكلام ده قلناه في الفيديوهات اللي فاتت، اللي مش فاهم يا ولاد يرجع للفيديوهات القديمة بتاعتنا. عند حرق أغصان الأشجار، تتحول الطاقة الكيميائية الموجودة داخل الغصن إلى طاقة. دلوقتي بجيب شجر وبحرقه، يبقى الطاقة الكيميائية دي هتتحول لطاقة إيه؟ طبعا حرارية، لأن أنا هبتدي أحصل على حرارة نتيجة حرق الأغصان دي. يمكن الاستفادة من سلسلة الحصول على الطاقة الحرارية من الشمس في تسخين الأواني، ولا التدفئة، ولا الاتنين مع بعض. طبعا الاتنين مع بعض، لأن أنا عندي حاجات بتشتغل بسخانات بتشتغل بالطاقة الشمسية، وفي عندي كمان ممكن استخدمها في التدفئة، اقعد في الشمس شوية وهتدفى، يبقى كليهما معا. عند احتراق الفحم في محطات توليد الكهرباء، يمكننا الحصول على الطاقة. لما بودي الفحم يتحرق في محطات توليد الكهرباء، يبقى بحصل منها على طاقة ايه؟ طبعا كهربية. تستخدم الطاقة الكهربية الناتجة من محطات توليد الكهرباء في الكهرباء اللي بطلعها من محطات التوليد دي يا ولاد، بعمل بيها ايه؟ بشغل بيها الأجهزة اللي بتعمل بالكهرباء، ولا ليس لها فائدة؟ طبعا بشغل بيها الأجهزة التي تعمل بالكهرباء. تقوم السخانات الشمسية بتحويل الطاقة الشمسية إلى، طبعا عارفين سخان شمسي يبقى يحوله لي إلى إيه؟ حرارية، طبعا لأنه بيسخن لي المية بتاعتي، فبيحول الطاقة الشمسية لطاقة حرارية. الألواح الشمسية تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى، عندي ألواح شمسية بتحول لي الطاقة الشمسية لإيه؟ كهربية، طاقة كهربية. الألواح الشمسية دي يا ولاد بنركبها في عواميد الكهرباء عشان تبتدي نشغل اللمبات بتاعتي، بدل ما استخدمها بالطاقة الكهربية بحط لها لوحة شمسية تبتدي تحولها لي الكهرباء، فتشغل لي اللمبات بتاعتي بتاعت عواميد النور اللي في الشوارع دلوقتي. مدخلات الطاقة تعني الطاقة نقط للأجهزة. مدخلات الطاقة يعني الطاقة اللي بدخلها للجهاز بتاعي، يبقى عبارة عن إيه؟ الطاقة الداخلة للأجهزة. طب المخرجات بقى، مخرجات الطاقة دي الطاقة اللي خرجت من الأجهزة، يبقى لو قال لي الطاقة الناتجة من الأجهزة هقول له ماشي. طب قال لي الطاقة الخارجة من الأجهزة، طب ما هي هي، ما هي الطاقة اللي بتنتج هي اللي بتخرج، يبقى ممكن نقول له كليهما. تمام. طيب مدخلات جميع الأجهزة الكهربية عبارة عن طاقة. الأجهزة الكهربية بدخل لها إيه؟ بدخل لها طبعا طاقة كهربية، يبقى كهربية. تمام، أول اختيار عندي هو يا ولاد طاقة كهربية. تحتاج الأجهزة الكهربية إلى طاقة نقط لكي تعمل وتقوم بوظائفها. أجهزة كهربائية هدخل لها إيه؟ طبعا طاقة كهربية، برافو عليكم. الطاقة المستهلكة أو الداخلة في الأجهزة الكهربائية، الطاقة اللي بدخلها لأي جهاز كهربي أو بستهلكها في أي جهاز كهربي، تبقى طاقة إيه؟ طبعا كهربية. مخرجات المدفأة، الدفاية بتخرج لك أنهي نوع من أنواع الطاقة؟ طبعا حرارية، طاقة حرارية. ولا أنا بخرج منها كهرباء؟ لا طبعا بخرج منها حرارة، يبقى طاقة حرارية. الطاقة الناتجة من الغسالة الكهربائية عبارة عن الغسالة الكهرباء، طاقة حركية ولا حرارية ولا صوتية ولا ألف وجيم معا ولا كلهم؟ طبعا كلهم، لأن الغسالة بتاعتي لما بتبتدي الحلة بتاعتها تتحرك يا ولاد بتبتدي تعمل طاقة حركية. طب بتعمل إيه كمان؟ بتطلع صوت. طب إيه كمان؟ الأجزاء الداخلية بتاعت الغسالة بتبتدي وهي الغسالة بتتحرك بتحتك ببعضها، فاحتكاكهم ببعضهم دول بيطلع لي شوية حرارة. يبقى الغسالة الكهربائية بينتج عنها طاقة حركية وحرارية وصوتية كمان. طيب مخرجات مجفف الشعر، السشوار بتاع ماما بيطلع لي ايه؟ طاقة حركية ولا حرارية ولا صوتية ولا كلهم؟ فاكرين لما كنا حاطين صورة البيبي؟ طبعا اول حاجة السشوار بيطلع لي حرارة عشان بجفف بيه الشعر.
تاني حاجة بتبقى سامع صوت استشوار، تالت حاجة الهواء اللي حوالين الاستشوار بيبتدي يتحرك وبيبتدي يحرك شعرك انت كمان، فيبقى بيطلع ايه؟ كلاهما. كل انواع الطاقة اللي قدامي دي كل دول بيخرجوا معايا، كل دول بيخرجوا، يبقى كله. تتحول الطاقة في المصباح الكهربي من طاقة نقط إلى نقط. طبعا في مصباح كهربي يبقى من طاقة كهربية لإيه؟ طبعا لطاقة ضوئية، ولو جيت حطيت إيدك على المصباح هتلاقيه سخن، يبقى كمان بيطلع طاقة حرارية، يبقى بيحوله من طاقة كهربية إلى ضوئية وحرارية. تتحول الطاقة في المصباح اليدوي الذي يعمل بالبطارية اللي هو الكشاف اللي في ايدينا ده من الطاقة نقط إلى نقط. طبعا المصباح ده بيعمل بالبطارية، يبقى مخزن جواه طاقة كيميائية. طيب لما بشغل الكشاف اليدوي ده ببتدي احول ايه؟ بحول الطاقة الكيميائية دي لطاقة كهربية، او بحولها لنوع من انواع الكهرباء البسيطة كده بتروح مطلع لي حرارة وضوء. يبقى انا في البداية بستخدمها ايه؟ طاقة كيميائية وحولها لحرارة وضوء. في المروحة الكهربية تتحول الطاقة الكهربية الى طبعا حركية، طاقة حركة لتحريك الهواء. في التلفزيون تتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط لكي نرى الصوت والصورة. أنا في التلفزيون بديله طاقة إيه؟ كهرباء. طب عشان أشوف وأسمع يبقى أنا محتاج طاقة إيه وإيه؟ صوتية وضوئية. يبقى أنا بحول الطاقة الكهربية إلى طاقة صوتية وضوئية. في البطارية تتحول الطاقة من نقط إلى نقط. طبعا في البطارية يا أولاد بحول الطاقة الكيميائية لشوية كهرباء، تمام؟ بحول الطاقة الكيميائية دي لطاقة كهربية. في ساعة اليد التي تعمل بالبطارية تتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط لنتمكن من معرفة الوقت. طبعا قلنا أي بطارية يبقى أنا عندي طاقة كيميائية، ماشي يا ولاد؟ ما نقولش بقى كهربية، أنا بدأ في البداية بطاقة كيميائية، الطاقة الكيميائية دي بعد كده في قلب البطارية بتتحول لطاقة كهربية، تمام؟ بعد كده نشوف بقى الطاقة الكهربية ده تتحول لإيه؟ يعني مثلا في ساعة اليد ببدأ بالبطارية بطاقة كيميائية، الطاقة الكيميائية دي تتحول لطاقة حركية، تمام؟ فبيديني إيه؟ بيبتدي العقارب بتاعتي تتحرك فابتدي أعرف الوقت. طب تعالى نشوف كده السؤال اللي فوق، او السؤال اللي فات بتاع الكشاف اللي بيعمل بالبطارية. احنا قلنا البطارية فيها طاقة كيميائية، تمام؟ بتتحول لجزء من الكهرباء، نسبة كهرباء خفيفة كده. طيب لما ابتدي اشغل الكشاف الطاقة الكهربية دي هتتحول لايه؟ لطاقة ضوئية، تمام؟ يبقى انا في البداية في البطارية بدأت بايه؟ بطاقة كيميائية. مدخلات المكنسة الكهربائية او الطاقة المستهلكة لكي تقوم المكنسة بوظيفتها. بدخل ايه للمكنسة الكهرباء؟ طبعا بدخل لها طاقة كهربية. طب المخرجات بقى اللي خارجة من المكنسة الكهربائية دي طاقة حرارية فقط ولا حركية فقط ولا حركية وصوتية وحرارية؟ طبعا المكنسة بتتحرك وبتبتدي الهواء فيها يتحرك ويشفط الايه؟ التراب اللي عندي على الأرض، يبقى دي طاقة حركية. طب بسمع صوت المكنسة يبقى طاقة صوتية. طب تعالى اقف كده جنب المكنسة الكهربائية هتلاقيها بتطلع عليك هواء سخن، يبقى بتطلع طاقة حرارية، يبقى التلاتة مع بعض. كل الطاقة الكهربية الداخلة للمكنسة الكهربائية تتحول إلى طاقة كهربية فقط ولا طاقة مهدرة ولا أكثر من صورة لصور الطاقة؟ دلوقتي أنا شغلت المكنسة الكهرباء، تمام؟ هدخلها طاقة كهربية، هيخرج منها إيه؟ هيخرج طاقة حرارية وطاقة صوتية وطاقة حركية. المكنسة يا ولادنا بستفيد منها في إيه؟ بشفط التراب اللي على الأرض، يعني بستفيد منها من الطاقة الحركية بس. يبقى أنا عندي طاقة مهدرة في إيه؟ في الصوت وفي الحرارة. يبقى في جزء من الطاقة أنا استخدمته وجزء مني بقى مهدر، يبقى أنا حولتها لأكثر من صورة من صور الطاقة، صورة طاقة حركة وطاقة حرارية وطاقة صوتية. الحركة استخدمتها والحرارية والصوتية بقت بالنسبة لي طاقة مهدرة. الطاقة المهدرة في الأجهزة الكهربائية تعتبر من المدخلات ولا المخرجات؟ أنا دلوقتي دخلت كهرباء وبدأت أهدر منها جزء من الطاقة بتاعتي دي، يبقى أنا كده المهدر ده في الطاقة اللي أنا دخلتها ولا في الطاقة اللي خارجة؟ طبعا في المخرجة. زي ما قلنا هنا في حالة المكنسة الكهربائية في جزء من الطاقة اللي بتخرج عندي بتخرج في صورة صوت وفي صورة حرارة،
انا ما استخدمتهمش في شفط التراب اللي على الارض، وبالنسبه يبقى بالنسبه لي الطاقه اللي خرجت دي طاقه مهدره. الطاقه التي لا تساهم في الوظيفه الاساسيه للاجهزه هي الطاقه اللي ما بتساهمش في الوظيفه اللي انا عامله الجهاز ده عشانها، يبقى طاقه مهدره ولا طاقه ناتجه ولا طاقه مستهلكه؟ طبعا طاقه مهدره، هي خرجت بس انا ما استفدتش منها بحاجه. زي ما قلنا برضو في حالة المكنسة، طلع لي طاقة صوتية وطاقة حرارية، الاتنين دول ملهمش وظيفة بالنسبة لي، وبالتالي يبقى طاقة مهدرة. معظم الطاقات المهدرة التي تنتج عند تشغيل الأجهزة تعتبر طاقة. معظم الأجهزة يا ولاد بتطلع لي طاقة حرارية نتيجة الاحتكاك اللي ما بين أجزاء الأجهزة، وبالتالي يبقى معظم الطاقة المهدرة بتبقى حرارية. الطاقة المهدرة في المكنسة الكهربائية هي الطاقة الناتجة والتي تساهم في وظيفة الجهاز الأساسية، ولا الطاقة الصوتية والحرارية؟ طبعا الطاقة الصوتية والحرارية. من الطاقة الناتجة من الهاتف المحمول والتي تساعد على إضاءة الكشاف، إيه هي؟ إيه الطاقة اللي بتنور الكشاف بتاع الموبايل وتخليك تشوف الحاجات اللي على الموبايل؟ طبعا الطاقة الضوئية. الطاقة المستهلكة في الهاتف المحمول والتي تعمل على إضاءة الكشاف هي الطاقة اللي بستخدمها في المحمول، طبعا طاقة كيميائية لأن المحمول بتاعي ده بيشتغل بالبطارية، وقلنا أي بطارية مخزنة جواها طاقة كيميائية تتحول بقى بعد كده لطاقة ضوئية في الكشاف بتاعي عشان أبتدي أشوف بالموبايل. الطاقة المستخدمة في الغسالة الكهربائية هي طبعا الطاقة الكهربية. مخرجات الغسالة والتي تساهم في الوظيفة الأساسية للغسالة، أنا أهم حاجة عندي الغسالة تعمل إيه؟ تتحرك عشان تقلب الغسيل، يبقى الطاقة الحركية. الطاقة الناتجة والمهدرة في الغسالة الكهربية هي إيه الطاقة اللي بتطلع لي من الغسالة وأنا ما بستفدش منها؟ أنا مش عايز حاجة من الغسالة غير إن هي تتحرك وتقلب لي الغسيل، بس بيطلع معاها إيه؟ طاقة صوتية لأن صوت الغسالة عالي، وطاقة حرارية لأن الأجزاء الداخلية بتاعت الغسالة بتحتك ببعضها فبتطلع لي حرارة، يبقى الطاقتين دول أنا ما بستفدش منهم بحاجة، الحرارية والصوتية، وبالتالي يبقى دول نوع من أنواع الطاقة المهدرة. الطاقة الناتجة من الغسالة الكهربية ولا تساهم في الوظيفة الأساسية، إيه هي؟ الطاقة اللي بتطلع من الكهرباء وما بتساهمش في الوظيفة الأساسية من الغسالة وما بتساهمش طبعا الحرارة والصوت برضو لسه قايلينها. الطاقة الناتجة من مجفف الشعر وتعتبر طاقة مهدرة هي ايه؟ مجفف الشعر يا ولاد بيطلع لي منه ايه؟ حرارة وصوت وحركة. انا بحتاج منها ايه عشان اجفف شعري؟ الحرارة. طب يبقى الحركة والصوت اللي طالعين لي دول ليهم لازمة؟ لا ملهمش، يبقى دي كمان طاقة مهدرة. كده يبقى خلصنا فيديو النهاردة، اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.